مئات الصور كانت نتاج 3 أيام من العمل. تمكن تقنيو جوجل عبرها من حجز مكان خاص للعالم العربي ضمن خدمات جوجل الخاصة. بعد أن تمت العمل على خرائط الإمارات ووفرت من خلالها أبرز خدمات الملاحة، قررت جوجل الانتقال إلى مستوى آخر، التجول الافتراضي وما يعرف بستريت فيو. احتفت جوجل مؤخراً بدخول هذه الخدمة إلى 50 بلداً، لكن المعتادين على هذا النوع من الخدمات لم يكن بإمكانهم تجربتها في العالم العربي. فارتأت أن يكون برج خليفة باعتباره أطول برج في العالم مدخلاً لخدمة ستريت فيو إلى العالم العربي. مرور أكثر من 6 سنوات على عملها في الإمارات ونشر خدماتها في منطقة الشرق الأوسط كان كافياً في نظرها للارتقاء بتحدياتها. الستريت فيو كتكنولوجي دي أول مرة بنجيبها للشرق الأوسط، ودي أول مرة في جوجل في العالم كله نحاول إن احنا نصور سكاي سكريبر بالارتفاع ده، ويعني دي تعتبر إن هي تحدي كبير جدا بالنسبة لهندسة الكمبيوتر، وإزاي إن احنا نقدر ناخد الصور دي بشكل هاي ديفينيشن ونقدر نجمعها مع بعض في الثلاثة دايمنشنز بالمنظر ده. توفر جوجل خدمة التجول الافتراضي في أكثر من 3000 مدينة، بالإضافة إلى أجزاء من القارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، واستطاعت الوصول إلى أعلى القمم الجبلية في العالم لتوفر جولات في مناطق يصعب الوصول إليها. لكن لما كل هذا التأخير لتوفير هذه الخدمة في العالم العربي؟ في الوطن العربي كان البرايوريتي بتاعتنا بمنتهى الصراحة كانت إن احنا نحاول نساعد الإنترنت العربية، لأن لما بدأنا الانترنت بمنتهى الصراحه ما كانش في المكان اللي هو فيه النهارده. كان في ناس بتستخدم الشبكه بس بتستخدمها بشكل ما هواش نافع للمجتمع او للتجاره او للاعمال وهكذا، وكانت المحتوى العربي قليل جدا. تنفيذ مشروع كهذا لا ينطلق من مجرد فكره ان برج خليفه الاطول في العالم او ان تقنيه ستريت فيو تستعمل لاول مره بالنسبه الى ناطحه السحاب ولاول مره في العالم العربي. دراسات وارقام جرت قاطره هذه الفكره وقادتها الى التنفيذ. العاملون في جوجل استندوا إلى أن قرابة 79% من المسافرين يجرون أبحاثاً في الإنترنت قبل أن يقرروا السفر، حتى إنهم يبحثون أكثر من 20 مرة كمعدل قبل تحديد وجهتهم النهائية. جوجل رهنت على هذه المعطيات وهي تخطط لهذا المشروع. النهاردة ناس كتير قوي هي بتسافر بتقول أنا عايز أشوف المكان اللي أنا رايحه قبل ما اروحه، اوكي؟ زمان كنا نمسك كتب صغيره ونحاول يعني نخطط الرحله، النهارده بنبص على شبكه الانترنت. جوجل مابس نفسها بيجي لها بليون يعني مليار مستخدم كل شهر من العالم كله، طبعا المستخدمين العالم العربي كله 350 مليون، فاحنا الواقع بتاع انه برج خليفه والمواقع العربيه تكون موجوده على ستريت فيو اكبر بكتير من ناحيه يعني توضيحها عالميا للبليون مستخدم، اهم بكتير من بس مجرد ان العالم العربي يستخدمه. بعد البيت الابيض والشانزليزيه وغيرها من المعالم الشهيره، يدخل برج خليفه باعتباره الاطول في العالم المنطقه العربيه الى عالم ستريت فيو. سكاي نيوز عربيه وبشكل حصري تطلعكم على تفاصيل نقل جوجل لبرج خليفه ودبي الى العالم الافتراضي. على مدى 3 أيام التي استغرقتها عملية التقاط صور برج خليفة ومحيطه، رافقنا بابلو، باسكال وفالنتينا، بالإضافة إلى فريق عمل آخر من برج خليفة، لكي ينضم برج خليفة إلى المجموعات الخاصة في ستريت فيو، يجب الحصول على صور بانورامية وعلى لقطات داخل وخارج البرج بزاوية تصوير تبلغ 360 درجة. قد يقول البعض يمكن لأي شخص التقاط صور خارج برج خليفة أو داخله أثناء الزيارات السياحية ويضعها على الإنترنت كما يفعل ملايين السياح، صحيح، لكنها تبقى في النهاية صورا ثابتة، ومن أجل الحصول على جولة افتراضية يتم استخدام آلات بتقنيات عالية. تستخدم جوجل وسائل عمل مختلفة في مشاريع ستريت فيو، لعل أشهرها سيارة جوجل عندما يتعلق الأمر بالجولات الافتراضية في الشوارع. لكن في هذه الحالة استخدم فريق جوجل 3 وسائل، كل واحدة منها تصلح لأماكن تصوير معينة، تريكر
وهي كاميرا متحركة تستخدم عادة للمناظر الخارجية، ترايبود وهي كاميرا ثابتة، ثم ترولي الذي لا يستخدم سوى في الأماكن المغلقة. أنا الآن أحمل التريكر، إنها ثقيلة لكنها آلة رائعة، تلتقط كل الصور لمحيط برج خليفة في إعمار بوليفار، ومن ثم ترسل إلى استديوهات جوجل لكي يتم العمل على ربطها ببعض. بابلو كان أول من بدأ عملية التصوير ضمن الفريق في اليوم الأول. عمله ليس بالهين بالنظر إلى وزن التريكر واضطراره إلى حملها والمشي بها لساعات في درجة حرارة مرتفعة. الجيد في الأمر أنه على عكس آلات التصوير العادية هو غير مضطر لبرمجتها كل مرة، فعند تشغيلها تبدأ بالتقاط الصور بشكل مستمر إلى حين وقفها. فالنتينا كانت محظوظة أكثر، فهي ستنجز مهمتها في الداخل لأنها تستعمل الترولي. في اليوم الثاني انتقلنا رفقة فريق جوجل وإعمار إلى منصة قمة البرج، واحدة من المحطات التي يعرج عليها أغلب السياح في برج خليفة، فهي تقدم للزوار رحلة مصغرة يتعرفون من خلالها على قصة تطور دبي وأهم معالمها برج خليفة. قد لا يختلف اثنان على أن دبي وبرج خليفة من المعالم المشهورة، لكننا سألنا مسؤولي شركة إعمار عما سيضيفه إدخالهما إلى المجموعة الخاصة بستريت فيو. دبي اليوم تعتبر مركزاً عالمياً للسياحة ولإدارة الأعمال. جوجل ستريت فيو أو هاي المبادرة بتعرف العالم عن طموحات دبي اللي هي عن طريق برج خليفة. طبعاً بيضيف جوجل ستريت فيو بيضيف ميزة هي كيف حياة الناس في البرج، كيف الناس عايشة في البرج، كيف الناس تجي لأطول مبنى في العالم واللي يعتبر كسكن لها. استمرت فالنتينا في التقاط الصور لبعض التفاصيل الداخلية لبرج خليفة أو ما يعرف بالمدينة العمودية، بينما كنت أحصل من باسكال على تفاصيل المرحلة المقبلة والتي كانت أكثر إثارة. لكن قبل ذلك عدنا إلى مستودع التجهيزات لكي تجهز باسكال نفسها. استخدمت كما بابلو تريكر، الأمر أصعب بالنسبة إليها، فوزن الكاميرا جد ثقيل باعتبارها فتاة، لكنها اعتادت الأمر. الأمر السيء هو أنها مضطرة للانحناء عدة مرات لكي لا يصطدم التريكر بالسقف. وصلنا، هذه وجهتنا، الطبق 80، لكن من الخارج، وهذا هو المثير في الأمر. لأول مرة يفتح برج خليفة نوافذه على هذا الارتفاع لأشخاص غير عماله، فلا يسمح لأحد غير العمال والمسؤولين عن تنظيف واجهة برج خليفة بالدخول إلى هذا المكان. باسكال بمساعدة عمال إعمار المختصين بالسلامة تعمل على آخر التحضيرات، فمن غير المسموح خروجها إلى ارتفاع كهذا دون اتخاذ تدابير السلامة المتبعة عادة. أنا بخير، كل شيء جاهز فيما يتعلق بتدابير السلامة. أعتقد أنني عندما سأخرج سأشعر ببعض الضغط وربما بتقلبات في المعدة، لكن ما من شيء يدعو للخوف. إن حدث شيء لن نستطيع فعل شيء، نحن على ارتفاع كبير. أمزح فقط. باستخدام البي ام يو، المصعد الذي يستعمله عمال برج خليفة لتنظيف الواجهة الخارجية، انطلقت باسكال في رحلة صغيرة مخيفة قليلاً، أو كما تقول هي مثيرة. ستلتقط بواسطة التريكر صوراً لكل ما يحيط بالبرج من هذا الارتفاع. كان تحدياً كبيراً لأن الرياح كانت قوية نوعاً ما، وكنا نشعر بأن المصعد يتحرك، لكنني لم أكن خائفة، أعلم أنني بين أيدٍ أمينة. نظرت قليلاً إلى الأسفل وفي الأفق، هذا ساعدني أكثر على الشعور بالراحة، إنه أمر لا يمكن القيام به كل يوم. من غير الممكن الحصول على مناظر كهذه لمدينة دبي دون أن تكون موجوداً في طوابق معينة ببرج خليفة. أستمر في التنقل من مستوى لأعلى، المصاعد هنا كانت غير معتادة بالنسبة إلينا جميعاً، هذا فريق إعمار طبعاً. والمصاعد تتحرك بسرعة 10 أمتار في الثانية، وتستطيع الوصول في دقيقة واحدة فقط إلى الطابق 124، لكننا صعدنا إلى أعلى من ذلك. على ارتفاع أكثر من 624 متراً، أي الطابق 160، لم
لم يسبق لوسيلة إعلامية أو أحد من غير العاملين في برج خليفة الوصول إلى مثل هذا الارتفاع. هذا ما يشرحه لنا وسيم خان مدير التسويق في برج خليفة. حتى هذا لم يكن كافياً، ففريق جوجل يريد التقاط صور أكثر من أعلى نقطة في البرج، لذلك تشرح باسكال لعاملين في البرج كيفية التقاط الصور بالكاميرا الثابتة، ولدواعي السلامة لم تتمكن هي من فعل ذلك، هما من سيصعد إلى الأعلى. لكننا كنا على اطلاع بخطواتهما، فقد حاولا نقل الأجواء لنا عبر كاميرا مصغرة مثبتة على خوذة أحدهما. وصلنا إلى الأعلى لالتقاط الصور. الرياح كانت قوية وكان من الصعب تثبيت الكاميرا. بذلنا جهدا للحصول على مكان يمكن أن نثبت عليه الكاميرا، والتقطت العديد من الصور. لم أكن متأكدا في البداية من أنني التقطت الصور وأن الكاميرا تعمل بشكل جيد، لذلك قمت بالعملية مرة إضافية للتأكد من الحصول على الصور المطلوبة. الصور كانت نتاج 3 أيام من العمل، تمكن تقنيو جوجل عبرها من حجز مكان خاص للعالم العربي ضمن خدمات جوجل الخاصة. بعد أن تمت العمل على خرائط الإمارات ووفرت من خلالها أبرز خدمات الملاحة، قررت جوجل الانتقال إلى مستوى آخر، التجول الافتراضي وما يعرف بستريت فيو. احتفت جوجل مؤخراً بدخول هذه الخدمة إلى 50 بلداً، لكن المعتادين على هذا النوع من الخدمات لم يكن بإمكانهم تجربتها في العالم العربي. فارتأت أن يكون برج خليفة باعتباره أطول برج في العالم مدخلاً لخدمة ستريت فيو إلى العالم العربي. مرور أكثر من 6 سنوات على عملها في الإمارات ونشر خدماتها في منطقة الشرق الأوسط كان كافياً في نظرها للارتقاء بتحدياتها. الستريت فيو كتكنولوجي دي أول مرة بنجيبها للشرق الأوسط، ودي أول مرة في جوجل في العالم كله نحاول نحن نصور سكاي سكريبر بالارتفاع ده، ويعني دي تعتبر ان هي تحدي كبير جدا بالنسبه لهندسه الكمبيوتر، وازاي نحن نقدر ناخد الصور دي بشكل هاي ديفينيشن ونقدر نجمعها مع بعض في الثلاثة دايمنشنز بالمنظر ده. توفر جوجل خدمه التجول الافتراضي في اكثر من 3000 مدينه، بالاضافه الى اجزاء من القارتين القطبيتين الشماليه والجنوبيه، واستطاعت الوصول الى اعلى القمم الجبليه في العالم لتوفر جولات في مناطق يصعب الوصول اليها. لكن لما كل هذا التأخير لتوفير هذه الخدمة في العالم العربي؟ في الوطن العربي كان البرايوريتي بتاعتنا بمنتهى الصراحة كانت إن احنا نحاول نساعد الإنترنت العربية، لأن لما بدأنا الإنترنت بمنتهى الصراحة ما كانش في المكان اللي هو فيه النهاردة. كان في ناس بتستخدم الشبكة بس بتستخدمها بشكل ما هواش نافع للمجتمع أو للتجارة أو للأعمال وهكذا، وكانت المحتوى العربي قليل جداً. تنفيذ مشروع كهذا لا ينطلق من مجرد فكرة أن برج خليفة الأطول في العالم أو أن تقنية ستريت فيو تستعمل لأول مرة بالنسبة إلى ناطحة السحاب ولأول مرة في العالم العربي. دراسة وأرقام جرت قطرة هذه الفكرة وقادتها إلى التنفيذ. العاملون في جوجل استندوا إلى أن قرابة